تغطية وواقع صحي مزري بعيدا عن أي رعاية صحية، حيث يبتون في العراء بخيم من قماش. نتابع التفاصيل مع أمينة بن دحمان وعبد العالي. وسط صحراء قاحلة وبعيدا عن كل مظاهر الحضارة والتمدن، تعيش عائلات البدو الرحل ببلدية دوار المال الحدودية التابعة لولاية الوادي، حيث لا يقيهم قساوة الجو في الصحراء سوى خيمهم المتواضعة. واقع يتكلم على نفسه ومشاهد تعصر القلوب. زواج بلا وثائق، خيم تتحول لمصحات توليد، أطفال دون تعليم ولا رعاية صحية سوى عند زيارة هذه القوافل الطبية المتطوعة من وقت لآخر. قمنا بزيارة لجنوب بلدية دوار الماء حوالي 80 كيلو في عمق الصحراء جنوبا، وقد قمنا بمعاينة عدة أسر تقطن في الخيام. أطفال خاصة انتشار أمراض صدرية من سعال وحساسية تنفسية، وكذلك أمراض المرتبطة بالتغذية وبلومود دو في طريقة العيش. صعوبة كبيرة واجهناها للحصول على تصريحات من البدو الرحل، حيث لا يجيدون الحديد ولا يفهمون أي شيء، ما يعكس حقيقة الوضعية الكارثية لهم والتي جعلتهم يرفضون الاحتكاك بأي شخص يبدو غريبا عنهم. هي حياة من نوع خاص، فبالرغم من صعوبة معيشتهم وبعيدا عن مظاهر العيش الكريم، إلا أن حب الوطن يبقى مغروسا في قلوب البدويين الذين يبقى أملهم التفاتة تحسسهم أنهم موجودون.